عمك انت. اي والله ايش فيك انت؟ عارف خير شغله. انا اسفه ما قدرت ابلغ حضرتك. لا اسوء ولا شيء، انا راعي مكان. يا ما عليه ايمن، ابو فهد صاحب مكان. خير مبارك، ناخذنا مشراع ميداف. شنو ضيفك؟ لا ضيفني ولا ضيفك يبا، بعدين علمهم. شنو انا اذا بغيت ادخل عليك لازم استاذن، هذا مكاني من حقي. اي والله انا بس لاني شوي مضايق ترى ومتوتر الحقيقه. اخوي رحمه الله عليه يعني في المنام حلمتي مره ثانيه، زعلان متضايق قاعد يأنبني ويلومني ويعاتبني، يقول لي هيا هيا مو امانه برقبتك، شرد علي. شو اقول لي؟ بس انت عارف ان هذا الكلام مو مقبول، انت وقعت لي على اقرار وتعهد. حكي هذا ناخذ خيره. التعهد اللي تحكي عنه بالله واشرب مايه. انا كنت عند المحامي قال لي القرار هذا مو قانوني ابدا. قانوني مو قانوني بيمشي عليك وعلى المحامي اللي استشرته. انا ابو هيا وسلمان اخوي انا، وهي موجودة عندي وأنا محافظ عليها وحاطها بعيني ومهتم فيها أكثر منك. أنت حبي تخاف عليها أكثر مني أنا؟ أنا عمها، عمها مسؤول عنها قدام الله وقدام القانون. اسمع مبارك، هذا الكلام اللي أنت قاعد تقوله ما يمشي، وكلامي أنا اللي بيمشي غصبا عليك وغصبا على اللي ما يرضى واللي ما تواصله بيدك واصله بريلك وأعلى ما بخيلك اركبه. تفضل اطلع برا. عند ما يريرتك في المحاكم وخليتك تنطط من قاعة لقاعة ما أكون أنا مبارك. اقرب الباب وراك. الو، هلا عبد الرحمن، ايش في صوتك؟ ايش في مبارك؟ شنو مو قانوني؟ يعني احنا هذا ما نخلص من مشاكله؟ ما فهمت. خلاص يا عبد الرحمن، لما تجي البيت راح نتفاهم. لا تحات يا يبا، الحمد لله احنا بديرة قانون والمحامين وايد. يلا مع السلامة. هيا. هلا يما، شلونك؟ الغدا ذاهب؟ هيا حبيبتي ايش فيك؟ بصراحة اليوم شهد وايد ضايقتني بالجامعة، قالت لي حكي ما ينقال. شنو؟ ايش قالت لك؟ قالت لي ان فهد ما يحبني ويعطف علي وانها ما تتشرف تكون بنت عمي. لا يحصل لهم الشرف. كل شيء ولا هي، بس عاد صبرنا عليهم بما فيه الكفايه. تعالي مدارج. تعالي، ما ادري ليش يسوون ويانا. حسبي الله عليهم. عفية علي، زين سويتي فيها. اي ابيش دائما كذي قويه مثل امك. صدق بنيتي طالعه علي. لجمي لجمي. نعم مدام. شوفي منو عند الباب. اي يمه، لا وي ما عليك من احد. زين سويتي. يلا يمه انا ناطرتك، متاخرين ديري بالك. باي. منو عند الباب؟ ما ادري يلا انا ما اعرف. يقول بابا موجود. روحي انت. هلا
نعم، من حضرتك؟ محمد. محمد ولد عم فهد ولد اخو ريلك، عرفتيني؟ خالتي انا محمد ولد عم فهد ولدك. ادري ان حسنا مو شافتني، اكيد شكلي تغير عليك. عامر ايش بغيت؟ ابي عمي مبارك. عمي مبارك مو هني؟ لا، عمك بالشركة. زين بطل الباب، خلنا انطره داخل على مي. لا لا لا، وين تنطره؟ انطره برا الحين، ادق عليه خليه هو يجيك. معقولة خالتي يعني انطره بالشارع؟ اي شارع؟ كايمك زرع وكراسي وكل شيء، روح اقعد انطره الحين يجيك الحين. يا حسرتنا، وينك هذا الشايبه؟ وينك يا مبارك؟ وينك؟ الو مبارك، الحق علي، محمد عندنا بالبيت. شنو؟ شكله يخرع؟ لا تخافين يا ايب احلامك، الله يهديك بطلتي اذني. ايش فيك خايف انت؟ بياكل جو العظيم، هذا وقت هذا؟ شلون يهدون هذا؟ هذا خطر. شلون بيعرف البيت؟ ليش هو يوم السجن؟ ايش كبره؟ بغل ايش كبره؟ اي يعرف البيت. خلاص يبا خلاص اهدي، كان جايك بالطريق، خلاص بس اهدي. يلا يلا يلا، لا تحاتين يبا، يلا كاني ماني متاخر، ماني متاخر، يلا يلا كمان. لا، مع السلامه.